اروحوا نحكي لكم حكايه. شفتوا كيما لي رومان بناو لي طومب والمصروه بناو لي بيراميد؟ اروحوا نحكي لكم على واحد لا سيفيليزاسيون بناو لي تواليت اسمهم ذا هارابان سيفيليزيشن. عندهم اكثر من 3000 سنه وكانوا ان ذا اندس فالي وين كاين باكستان والهند، وكانت عندهم الدوش والنقاء هي العباده تاعهم. تسمى كان النظام تاعهم تاع الصرف الصحي وتصفيه المياه بزاف بزاف مطور. الى حبيتوا تعرفوا كيفاش ديكوفريناهم، كيفاش عرفنا بلي اكزيستيو، شوفوا ستوري تاعي في انستغرام.